خلاص تيباه على حساب تدريبه تاع اليوم راكو تفرحوا، وكيما هما 2000 اللعب يبقى مبني بين فايز وريان اللي راكو تلعبوا في الهجوم، وما خصكم غير شويه تركيز برك تفرحوا لنا الفريق. ودوكا نعطي الكلمه رئيس النادي. السلام عليكم، سمعوني مليح يا ولادي، الفريق اللي راح يتلعبوا مع هذه المره فريق اقوى وعنده تجربه كبيره، واذا ربحتوا هذه المقابله نعدكم بمفاجاه كبيره. نربحوا 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 نربحوا. مالي راني جايه. هذه انت مس خير ماما. عسلمتك بنتي، جيتي بكري اليوم. ماما جاتني خدمه هنا كملتها وانا جيت، وما يقولوا لك والو في خدمتك. ماما خلاص راني عيانه وجيعانه. وراه ريان؟ راينا في الستاد مع لي زونطرينمون، قلت لهم في الخدمه ما نوليش. وبابا وين راح؟ باباك راح للسبيطار يزور عمك عيسى، قلت لهم ولا لا. هاوي الثقل تاعهم طيحوا لي يديا. هادي ليك يدي كابريساو. هادي تفضل. بصح ما قلتلكش قهوه يا عمي بوعلم، قلت لك اعطيني قريعه جي. وهادي شكون طلبها لي؟ اعطيني قرعه جي تاعي والقهوه هادي، خليها لهذاك الاوراق بنعس، كي تجي اعطيها له يا عمي بوعلم القهوه جي. ما يكون غير بخاطرك يا سي العطار جي، اما لاش نقول لك حاجه، هاي الفريجيدار قدامك وروح وخيار القزوز اللي تحب. هاي واش يا ابو علاء ما كدير بالعام يا اخو، راح الحال على الفيزيتا. انت نطلق هذا يديك بعيد يا اخو احمد، يديك بعيد. دقيقه يجي الصانع نوصي على المحل ونسالو يا سيدي. وين وش راح تخلي له بونك ابو علاء؟ دقيقه يا اخو يا احمد دقيقه. سلام يا عمي احمد. صحة كابريسا. يا عمي احمد خلاص كابريسا هذيك، دوك انا كبرنا. كان خير ريحتو صغار، كي كبرتو كبر الهم معاكم. واش راه باباك؟ والله غير لاباس الحمد لله، سقسي عليك الخير عمي احمد. وحامد واش راهو يعيط مرة على مرة؟ نروحو بو علام، نروحو راح الحال يرحم والدي. يرحم باباك. هاو جاي يا سيدي هاو جاي. دوك نوصيو على المحل ونسهلوا على ربي، واش كاين؟ يا انت ارحم باباك ودارنا هيلولة. نوصي على القهوة ونسهلوا يا خويا احمد ونسهلوا. يا خويا نروحوا. يا خويا الفاي هو تاع اليوم. صح عايش. نتكلوا على ربي. نتكلوا على ربي. يا بسم الله. ما تنساوش يا ابطال ماتشهم بني عليكم. واش ما عجبكش الحال واقيلا؟ انت ما هضرتش معاه. واقيلاك عليا. هيا خلاص سي بون سكيت، هيا خفوا روحكم، هيا خفوا روحكم شوية، هيا خفوا روحكم شوية، عم جاي جاي يقعد، هيا ابتدي شوية، ابتدي شوية. هاك شرب الماء يا بابا بصحتك هاك. يا وليدي صحة، يعطيك صحة. ربي يجيب الشفاء. الله يسلمك يا وليدي، الله يسلمك. اقعد اقعد يا وليدي اقعد. اقعد. على بالي يا وليدي تعبتك معايا، على بالي يا وليدي ما كنت مع الخدمه وزيدي تبات معايا لهنا كون قرض مرض بزاف عليك يا وليدي. واش من هملتني واش من تعب يا بابا، هذا واجب وزيد بزياده انت تاج راسنا. الله يحفظك يا وليدي. المرة ماشي وصيتك على البانان والشوكولاته يا وليدي، ما جبتهمش. بابا تحبني نجيب لك البانان والشيكولا وانت كونستيبي؟ والبانان ثقيل ثاني عليك. ثقيل البانان بصح انا خفيف يا وليدي، كون تجيب لي بانان ولا شويه شوكولاته لا تخبي تقتلوني قبل الوقت، تقتلوني لا هنايا ما ناكل والو. يا اخي قلت لك جيبوا لي والله جيب لي البانان. بعدا جاو صحابك يا بابا. مرحبا بهم. على سلامتك وشرف لاباس. تفضلوا وسهلا. اهلا وشرف خويا احمد. وشرف خويا عيسى. اوه شيخ بو علام وشرف. عيسى. لاباس. والصحة. بخير. لا تشقيو روحكم. هذه بنانات وتفيحات نشقيو روحنا. الله يجزيك الله ينورك يطلع لكم الخير. وجوهكم خير وجوهكم خير. واش راكم؟ لاباس. واش راك؟ لاباس. والله راك منور يا خويا عيسى. راك تري بيان. ولا واش قال خويا بو علاء؟ راك وردي يا شيخ، راك في الفيلو، شوف خدودك، خدودك الدم راه يجيك اللي بنا. باش تشجعني برك هذا ما كان طلع لي المورال. واش قال لك البروفيسور؟
واش قال لي؟ قال لي هادي عندك كيلة وحدة مشير موخدها كامل، ما التانية في الشك دوك لا زجارة داك ورحنا فيها. دوك واش نقول لك؟ نشوفوا الحباب ولا الفابيلة وداك واش ما يكربونا بكيلة وحدة ولا ايه. والله غير كاين خويا ابو علام يعطيك وحده غير ما تخممش. يا خويا عيسى واش نقول لك؟ دوك عندها جوج سمانات بداني واحد السطر هنايا ومن داك ينقز لي لهنا، واش نقول لك؟ والله غير ما تقعد هادي بالشهوده. واش راني درت رونديفو ان شاء الله نروح نجوز عليها، وهذاك الوقت الكيله تاع خوك كاع زرعها. وقتاش تفيكسيو له لاداط تاع لوبيراسيون؟ انا حابين يريح. ما تقلقش روحك جونو، لي دونور دوركان ما كاش دوكا ولي دوسي راهم بزاف عليك وعلى الصبر وخلاص. ودي ماش خم على الكيلة، انا خايف انا نخرج بدنا الولد علي يدخل بلاصتي مسكين نهار كامل وخدام يجي يدير دير قلب مرض معايا لهنايا. عندك ولد ما شاء الله، الله يبارك. الله يحفظكم الله يحفظكم. هو ما راه واقف معك. ونقول لك يا خويا عيسى في القيوة تما والله غير متوحشينك بواحد بواحد الشيء، وشكون يقابلني راه من بابك سيرتو على ديك البارتي تاع الدومين يا خو. لياليك 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 انا كثر تاني متوحش باش نخرج غير على جال ديك بارتي تاع الدومين. يا عجب العجب على بالي يا خو عيسى ما يعرفش يلعب. هذاك هو سمعنا تريق الدنيوس. انا هذاك هو هيا طالعك رايح ما تعمش راسك بحاكي ما مرة وش كان في راسي. هيا غدوة ان شاء الله. هيا بسلام. الوقت اللي سحقيته يوقف في جنبي يهرب له الغربه ويخليني حامل الهم وحدي، فهمتي؟ وضرك ما تخليناش ناكلوا هذه اللقمه في عقلنا. الدريه الصالحه نهار كامل وهي خدامه وفي الليل دير قرد مرض على بابها في السبيطار. حضن روحك يا احمد، انا على بليس وكول. كول شبعت. كل رايان كل روح ترقد صح وليدي. كل كل على بالي بلي تخرج لخوك قري وربي ومع الاخر يطيروا كي طيور. هكذا قالنا المدرب، انا ورايان متفاهمين في كلش. هاني متمنيه يا وليدي ان شاء الله كي تكبر تلعب في الفريق الوطني. عطيني شو التفاحه هذيك. الماتش الجاي نجيو انا وماما كنسيبورتيوك في السطاد. واه با علاش واه با صحابي كاع ما يجيبوش ماما غير انايا روح وحدك. صحه يا ربي حق الخير قاعد حدك من قرايته وطها بهربه. حد روحك يا راجل. حد روحي كي كنت برزقي وخيري والخميه كاش ما دوديت يعاوني قول لي هذا كاش ما دوديت يعاوني. الله غالب لولدك من قرايته ما صابش واش يدي راح للغربه يجرب ساعته. اما راكي موفقته انت راكي موفقته هضري معايا. يعطيك الصحه يا احمد، انا قلبي يتمزق 100 مره في النهار وفي الليل ما يجينيش النوم وتقول لي راكي قبله. وعلاش راكي سكتة تما؟ واش حبيتني ندير؟ راني صابره ما حبيتش نكره لكم حياتكم كيما راك دير انت. سمع انا اللي نكره لكم حياتكم يا اخي. بزاف عليك يا احمد وخاوتو واش داروا لك؟ عندي كاع كيف كيف، استنى كي يكبر الصغير ديالك وتشوفي واش يدير فيك. حميد طفي علينا الضوء. دوك نطفي. موضوع الربع وسمعت واش قالنا المعلم؟ سمعته قال لي جي دقيقه لوطار راح نحاوزو. همالا ارقد. ما جانيش نعاس. يرحم بابك كل ليله مع هذوك تصور مازال ما شبعتهمش. توحشتهم يا خويا حسين ما قدرت نصبر على فراقهم.
وكيما قدرت تبان على فارقهم على فارقتهم. هلا جالهم لي راني هنا وقيل عن بالك عجبتني التمارة اللي راني فيها. شان عندك من اللي فارقته؟ سنين يا عجبة من اللي راح ما بقاش نضرب طلع على والديا. ياك راهي تليفوني ساعة على ساعة وكي يخدمك وقته هي واللي يجي. ما تقلقش خويا هادشي كاع ما يهمكش، دالتها بقرايتك والفوت تاعك. انا قرايتي ما فرطش فيها، ويلا ما باراو الضان باللي ندير كيما خويا حميد غير ينحيها من راسو. ريان انت مازالك صغير لهاد الشوفات. نتوما تقولوا هكذا بصح انا على بالي بكلش. واش على بالك؟ على بالي باللي لازم نكبر بالخف ونولي حاجه كبيره، نخدم 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 حتى نخرجكم من هذه الميزيريه. نلعب 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 حتى نولي لاعب كبير ونلعب في الفريق الوطني كيما تمنات ماما. هذاك واش راني متمنيه يا وليدي. بصح شوف هذاك نهار بالك تقول لي ما تجيبش ماما معايا للسطاد. اه هذاك الوقت ماما تولي عجوزه. عجوزه راك تضحك. نوض روح ترقد نوض. عجوزه وحنا جايين عندك للسطاد. هيا يا روح انت بورتي الاطفال. صباح الخير عمي احمد. صباح الخير وليدي. صباح الخير خويا ابو علام. صباح الخير خويا احمد. اعطنا قهوه كالعاده. حاضر. راك بكرت اليوم يا غير قول مرقتش للكامل. كاش خبر على الولد؟ واش من خبر يا راجل، اللي راهو في الغربه يخمم غير على روحه. وليد ربح سمعت به؟ وش به؟ حرقلو البارح بابا ادخل في زنقة الهبال يا سيدي. انا ما استفاش فيه، هو كان يضحك على وليدي وهذه الدنيا يا شاري دالة. قولك حاجة يا اخويا احمد، في الوقت هذا ما كاش اللي يضحك على الاخر، قاع ولادنا والجيل اللي الحق يقول لك ياكلني الحوت وما ياكلنيش الدود. رايحة وين يا اخويا احمد؟ رايحة وين؟ رايحة وين يا اخويا ابو علام؟ ربي يهدينا ان شاء الله. امين امين. عاود عاود واش قلت؟ قلت لك الا جا مليح فايز لا موان ديكو فاكونس لا تركي. صح سبحان الله كاش راك كذبت عليكم. راك تسمع بابك واش راهو يقول؟ واش قال؟ قال لك لو كان تجيب معدل مليح في البي ام راح يدينا فاكونس للطرق. شحال؟ 18. سهلة. اشطر دوك ما تقوليش سهلة. انا نجي معاكم بصح بشرط. واش من الشرط هذا تاني؟ يجي معنا رايان. رايان اصبعي وليدك ويشرط بزاف. احنا نعديكم فاكونس ماشي كولوني. عندنا ولد واحد معليش نديرو له هكا، فيها دير الخير في الولد وفيها باش يونس ولدنا. نو أرواح الزعيم وليت شرطة. هاك وليدي. أنا رايان خويا، لو كان يطلب لي عينيا نعطيهم له. واو هادي صحبة ولا خليني؟ يا أخي أنت اللي قلت لي خيار واحد وديرو صاحبك ولا لا؟ لا 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 صح أنا اللي قلت لك. وأنا خيرت رايان. أي معليش مال أنا نروح. أنا 18 نجيبها بصح ما قلت ليش ولا ندو معانا رايان. إن شاء الله. سلامة. ماما انا ما جيش رايان ما نجيش. باباك خلي عليا دوك انا ندبر راسي معاه، بصح انت بالك تكحسها علينا. سمعت واش قال؟ سمعت. صباح الخير عبو جبل. صباح الخير وليدي ريان.
أوجد فايز. أول فوق يشرب الحليب تاعه، راح عيد. وأنت علاش راك حاب تدي صاحبك معك؟ أما خلاص هضرناكم منا، بلا رايان ما نروحش. خف خف روحك على وجه صاحبك. صباح الخير طاطا. صباح الخير وليدي. جوز وش راهي ماماك؟ لاباس. جوز وليدي تشرب حليب معنا. صح شربت. عاود فايز. صح رايا. واش فايز؟ صح هذا وين نوض؟ هاني واجد وليدي. استناوني ما تروحي وشا، هاني جايه. استناوا. وجدت الفرد التلفزي. راني موجه. طولت عليكم ولادي. هاك وتاكلوه في الطريق. هاك نسيت التليفون تاعك. بسلامه ولادي. قال هاي صحة طاطا. شتي واش دار باباك البارحة ولا حميد؟ علاش البارح برك بابا؟ خلاص ورفناه بالعيط تاعو. حتى واحد ليلو او يخدم الليل مع نهار وما كفاناش. حبست قرايتي غير باش نعاونو في الخدمة. هذاك الشي اللي راهو يعذب في بابك هو ماذا به حميد اللي يعاونو وانت تكملي قرايتك. ما فهمتكش، منا تدافع على حميد ومنا تلومي في بابا. هي قدام بابك برك. خمو شوي على ريان ولا ما يفكرش كي نتاجو. البارح قال لي كلام كبير عليه. واش قال لك؟ قال لي نقتل روحي على جالكم. هيا باي باي ماما. على بالك انا يما ديما تقول لي راني متمنيه نشوفك في الفريق الوطني. ايوا علاش لا لا، اللي راهم يلعبوا في ليكيب ناسيونال كاع بداو كيما حداو. اسمع واش رايك في الماتش الجاي؟ رايي يكون يبدل لونترينور لا ديفونس. اوا لا ديفونس راهي مليح، لو كان يبدل برك حكيم تتسقم ليك. حقه وقبل على سكسيتني التور فوش تطفي في البوز. انا سيدي عارف شو سيدي حجو يدك ماكش تسمعوا سيدي هذا. يعطيني شو سيدي وبعد نحي يدك ما تسمعش والله. سيدي ارى يا ريت على سيدي ما لاحظت الموسيقى محبول. صحافي بشر لازم نجيب 18 سهلة لازم نراجعو مليح. ما تمسخرش بينا حتى تخلص هاد الغنية. صبحنا نقعد نعاود في الهضرة. يا على الأقل أنت عندك حاجة تخليك باش تقرا مليح. عندي مفاجأة لك. مفاجأة؟ على بالي ما راحش نركز في الدرس اليوم. شحال مقلق. تعرفني ما نحبش المفاجآت. يا اخي قلت لك كي نخرجوا للساحه نقولها لك. هاي كيما تحب. انا ندخلوا هاي دوك يغلق علينا الباب. خلاص يا سيدي اروح دوك نقولها لك. ياك على بالك بلي نحبك بزاف. بلا يما تاي خلاص سيدي هذا باش تسمع. مالك يا هايدا انا تاني ندير سيدي تاعي. انا نروح للطول. بالك بالك بالك. في لي فاكونس تاع الصيف. لا 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 رايحين للترك.
يسلمك يسلمك حنونة. هذا ولا قرا مليح. راكي تشوفي يا اختي الجيل تاع دوك. هذاك واش قال لبابا؟ وزاد شرط لنا باش يدي صاحبو معاه. واش حبيتي؟ انا تن هذاك واش قلت لبابا؟ قلت له خليه يشرط علينا وعلاه؟ عندنا ولد واحد؟ لا لا. ان شاء الله ان شاء الله. انا تن راني نداوي. كلش في يد ربي. لا لا ان شاء الله يزيد يرزقني بالدراري ان شاء الله. هيا يبقي على خير. فايز 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 تسمع فيا؟ فايز فايز وين راك فايز؟ وين راك؟ دكتور اتونسيون 8-6 ورجليه ويديه بردين. ريان ريان تسمع فيا؟ Prends l'attention à terre. On est en train de chambrer. Il y en a un choc. Tu commences le remplissage, Rachid. Tu peux être de mon côté. Là, rapidement, rapidement, Rachid. Appelle CTS, s'il vous plaît. هذاك هو خويا بعلام، انا نروح نخدم. بصح برك ما قلتليش شريها ولا لا لا. افير ماما يا معينك ماما تخرج عليك واش نقول لك؟ خويا بعلام، انت تعرف ظروفي وماشي وقت هذا الشيء. الى افير دراهم كاين، خوك يخلص وكاش. نعرفك بلي ما تخلينيش بعلام، ونعرف قيمتك. انا نروح نخدم، هذاك هو الوقت بعلام. الله يعاونك. محمد عم محمد رايان تحسات طلوبي. وشنو؟ رايان وليدك تحسات طلوبي. انسان الى جميع قوات العاملة في الميدان توقف سيارة سياحية رمادية اليوم صدم الطفل امام متوسطة ولدت بفيرا. وايه انسان الى جميع قوات العاملة في الميدان توقف سيارة سياحية رمادية اليوم صدم الطفل امام متوسطة ولدت بفيرا. السلام عليكم. حتى لو تاخذ سيارة الله. جمعتكم اليوم من أجل قضية مستعجلة، وهو حادث مرور مميت. سيارة سياحية رمادية اللون صدمت طفلين أمام المدرسة وراهي في حالة فراغ. لازم علينا الجاني يكون اليوم عندنا، نبذلوا كامل مجهودنا. أي ربي يوفقنا. ربي يسامحكم. طلع فمك هذاك على جهه تدخل روح عند لابولي. بابا غير ما تحصلهاش فيا هذه غير شوطيها. شوف تاخذ رايي شوف نخبيو طونوبيل حد ما شافنايا. يا سبيطار دوك نعاودك ما تفهميش دوك نشوف نعاودك قلت لك راني في السبيطار اختي الله يسجلك. نعم جابو زوج ديال هذوك ضربتهم طونوبيل هنا. بالعقل الحجر ما عندنا هنا ان شاء الله هم في لي زيرجونس ما يكون غير خير. ان شاء الله ان شاء الله. خويا بعلام الله ينورك روح القهوه ديالك دوك انا كاش ما كان نبلغك. الله يسجلك يا عيش. الله ينورك صح صح اي بعد خويا الله يسامحك. يا حبيبي بابا يا اخي طارق اللي وليدك نعتبره كي وليدي ما لكاش خبر ولا علمني. ايه انا هو شكون هو معايا؟ الله اكبر. يا يما على وليدي يا يما رد عليا يا احمد رد. رميت لي البومبة وغلقت التليفون. هذه حاجة صارت مع وليدي. الو الو واش قلتي يما؟ اكسيدون واش من السبيطار؟
وين راهم لك سلامات؟ دكتور هاو جاب بات الولد اللي كان مع وليدي. مرحبا. وين راه وليدي؟ واش صرا له؟ خذ راحتك بالحق. تفضل معايا المكتب. شوف نشوف وليدي قبل وبعد نجي معك وين حبيت. معليش تفضل معايا المكتب ومن بعد تشوف وليدي. تفضل معايا. روح معك. يا ربي وستر برك يا ربي. غير الخير وليدي حالته قراب. انت يا وليدك واش صرا له؟ تنعمه تنعمه. من فضلك اروح معايا. يا ربي يخرج على خير. مش عاملين جاتنا المصيبه هذه. واش دكتور؟ اللي علينا درناه والباقي على الارض. دكتور دكتور بابا بابا وراه رايان واش بيه؟ ما كان والو. كيفاش ما كان والو وراه؟ ما تقلقيش دوك شفت الدكتور وهو يقول لي كلشي. اسني لي هنايا. الله يسجيك مدام. زوج دراري تحستهم الطوموبيل الصباح راهم هنا عندكم. راهم في غرفة الإنعاش اختي. معليش نروح نشوفهم. راهم مع البروفيسور. إن شاء الله ما يكون غير الخير. إن شاء الله. يا يما العزيزة على وليدي. يا يما يا يما يا يما يا ربي على وليدي يا ربي. يا فايزة وليدي ماشي موالف طول هذا الوقت يا ربي. يا ربي حفظه وسطه. فايز يا وليدي جاوبني في التليفون. يا فايز يا فايز ما تخلينيش نتقلق جاوبني. يا فايز فايز وراك راك مع فايز. فايز فايز قاسة طوموبيل. قاسة طوموبيل وراكم. راني معاه في السبيطار ما تخلقيش روحك. راني معاه. جمال روحني نشوف وليدي. يا جمال ما تقلقيش روحك رتيبة. ما تقلقيش روحك. يما أنا بنيدي جمال أرواح. إيه راني جاي راني جاي صح راني جاي. يما أنا بنيدي جمال أرواح تيني شو بنيدي. يا بيز يا بنيدي يا بيز. مسيو مسيو من فضلك اروح معايا المكتب. واش بيه وليدي؟ اروح معايا المكتب. قولي لي واش صرا لوليدي. البقاء لله وربي يعطيكم الصبر. الله اكبر. لله وإلى الله راجعون. Je pense qu'on a une chance inouïe. Il faut dire absolument faire l'impossible pour avoir l'accord des parents du donneur. C'est exact. Or, le problème, monsieur le professeur, nous nous craignons que la procédure de l'accord des parents nous prenne beaucoup de temps. Mais vous savez très bien que le meilleur délai pour le prélèvement doit être fait avant la sixième heure. Cependant, cher professeur, nous pouvons aller jusqu'à 20 heures maximum, si nous pouvons garder le corps de Faïz à une température à moins de 4 degrés. Le problème, est-ce que le père de Ryan peut nous aider à accélérer la procédure? Ok, je m'en occupe. الماتش الجاي نجيو انا وماما كيسي بورتيوك في السطح. واه با علاش واه با صحابي قام يجيبو شي ماما غير انايا. واه با واه با. يا
فضلك تقدر تجي معي للبيرو؟ صراحة قول لها الراتب أنا كيف؟ قول لها فايز مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. توابا توابا هدنا روحك، وليدك عنده أمل كبير باش يولي يشوفه كيما في الأول وهنا في الجزائر. نطحيني. اسمع قبل واش راح نقول لك. يا ربي على وليدي يا ربي. يا عمري على فايز يا عمري. يا خالتي راح نفسد وليدي يا خالتي. يا خالتي راح نفسد وليدي يا خالتي. فايز. أتيبا. أتيبا. مستحيل. ما عندكش حل واحد آخر. جاتني صعيبة دكتور. ما كان حتى حاجة صعيبة على جال وليدك. وليدو مات وحبيتني نروح نطلب منه عينيه. هذه اللي خلت المستشفيات معمرين بالمرضى يتألموا في صمت. أراك طلبت مني حاجة صعيبة يا دكتور. وليدك اللي طلب منك ماشي أنا. ما تضيعش الوقت. بابا واش قال لك؟ قتلت زوج وعميت واحد وتزيد تهرب. اودي كي قست هذوك الدراري كنت حنا حباس. علاش ما حبستش؟ كي شفت الدم خفت. مسخربين اخذت. انت بنادم ولا واش؟ راك عارف واش درت؟ علاش ما حش ماك الشرطه يحميوك؟ علاش؟ خفت. خفت خفت خفت. خذوا ديروا تحت تاع الدم وعاود جيبوا نكملوا التحقيق. امشي امشي قدامي امشي امشي تشوف. تي سا التليفون تاعو في الدار خرج عنده شغل مانيش عارف وين. لا لا خرجنا من الخدمه كي يجي يقولوا يعيط لنا ياك غير الخير. لا 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 غير الخير خويا صحه بسلامه. يا ربي العزيز وقت تغرب ولا خرت نعمة. وبابا علاش ما حبش يقول لبابا تفايز؟ جاتني صعيبة باش نقول له يا خويا ابو علام. عنده الحق الطبيب يا خويا احمد. حتى حاجه ما راهي صعيبه في جال وليدك. راه يضيع في الوقت في باطل. يمكن قال بابا الطفل اللي مات وما حبش تبرع له. حرام عليه. حرام عليه يخلي وليده يكبر اعمى. انا عم بروفيسور. بريباريونا البلوك. قبل ما يتبرع له. حنا نديروا اللي علينا والباقي على الله. سي علام المشكل المطروح تاع الطفل ريان. وين تحتم باش لإجراء عملية جراحية بالخارج؟ فهل ميزانية النادي تسمح لنا باش نقوموا بهذه العملية؟ ريان راه وليدنا. المسألة هنا ماهيش مسألة ميزانية هنا. احنا نديروا كل المجهود تاعنا باش ريان يطلع للخارج يداوي. ميزانية قليلة كثيرة ما يهمناش. احنا لازم الولد هذا يطلع يداوي في الخارج. أنا العشية إن شاء الله كتب ربي يروح مع السعيد. باش نعزي بابة فايز التم نتصل ببابة ريان ونطرح له القضية. قال يا ودي وليدك النادي مع وليد تكفل به كامل باش يطلعوا للخارج وبإذن الله بربي إن شاء الله الولد هذا يولي. شوف أنا نقول له وش بيك أحمد وليدك راح يكبر عمى والحل في يدك. ريح يا أبو علاء ريح ماشي سهلة باش تقول ريح. الله يرحمه ويصلح حاله. الله يبدل محبته بصبر. امين يا رب العالمين.
وليد حسوهم حكموهم ولا لا 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 حكموهم راه ما عند لابوليس. عظم الله أجركم. أمين يا رب العالمين. عظم الله أجركم. أمين يا رب العالمين. قولوا الدريح شوية. شكرش. فصلا هنا يا تحب تبعتوا للخارج يداوي ولا النادي التكاليف كامل عليه. أو سبحان الله راه وليدنا هستي. جزاكم الله خير. واش قال له طبيب على عينه؟ تنعمة. الو حميد، حميد. الو حميد، حميد جاوبني. الو حميد. حميد. جوزي ليما. كانوا كل خاوة. بصبح ما هضرت حتى كلمة. خليها ما تزيدش عليها. يا حليل ما. ولادنا راحوا يقراوا. واحد مات والآخر تنعمى. هذا مكتوب ربي بنتي. إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا. هل أخذت فينا غدوة إن شاء الله؟ إلا كتب ربي مرسلة الظهر. يعطيكم الصبر ويعطونا إن شاء الله. أمين. على كل حال رانا هنا كلوب كارو في الخدمة تاعكم كاش ما تحتاجونا كاش ما قدر رانا هنا إن شاء الله. خويا ربي يحفظكم بارك الله فيك. حنا نخلوكم إن شاء الله. ما يبقاو على خير. ربي يسهل. ربي يعطيكم الصبر. الله يسهل. غدوة إن شاء الله. يبقاو على خير. سلامة. سلامة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما وانت يا واش قالوا لك على وليدك؟ وليدي يبقى له أمل واحد باش يولي يشوف. فايز راني معك ريان ما تخافش ما تخافش راني معك يما ظلمة هو محل هادو مهابل هادو كيف انا وليدي مات وانا اسمح لي خويا احمد راك مسامح حضرني انا بالي ريان وكي وليدي بصح حاجه كيما هادي ما قدرتهاش من حقك سي جمال من حقك راك معذور سي جمال راني نحس واش راك تحس حتى انا ما حبيتش نقولك بصح البروفيسور هو اللي دبر عليا والبروفيسور هذا ما على بالوش باللي حرام تمس جتة تاع واحد ميت اسمح لي انا احنا نروح بياتك بالصبر غدوه ان شاء الله نتلاقاو في الجنازه ان شاء الله اي روح على خير السلام سي جمال ربي يسهل جمال لا لا مانيش نعسان روح شوف الجماعه وجيب لهم قهوه
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا هو مكتوب. واحد تغرب ولا خرت نعمة. يا حسرة عليك يا الدنيا، يا حسرة عليك يا الدنيا. واش ندير يا ربي، واش ندير يا ربي، واش ندير. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. ريان، ريان احبس كمارك، كاين حفرة تماك تحت. عمي جمال، واش راك وليدي ريان؟ اما والحمد لله. معليش اختار اخرى، ما تزيدش جوز منا ياك، وما تمشيش وحدك في الطريق. هاي روح منا. جمال حبيت نقول لك احبس ريان، احبس أمام الحمد لله. ريان، بسم الله الرحمن الرحيم. حرام يا وليدي، حرام حرام. الله أكبر، هذا الشيء اللي كنت خايف منه. واش داني ندير الغربة؟ كان راني قدامه ماشي خير. يا درا كيفاش راه يما بابا سيرين ريان. الصلاة خير من النوم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا السؤال تاعك سؤال مهم جدا، يهم كثير من الناس، وفيه الأجر وفيه الثواب عند ربي سبحانه وتعالى، لأنه فيه تنفيس
عن كربة تاع إنسان مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا العمل، عمل التبرع، يدخل في أعمال الخير ويدخل في أعمال البر ويدخل في الأعمال اللي يكسب بها الإنسان أجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى. ويكفي كما قلنا ربي سبحانه وتعالى يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللي يحيى نفس كانت راحة على مشارف الموت، فربي عز وجل راح يحييها من يحييه من جديد، وراح إن شاء الله يخلد الذكر نتاعو إلى يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل اللي راح تقوم به عمل كبير. احنا اللي الشيء اللي نطلبوه ان شاء الله في هذا المقام ان ربي عز وجل يصبرك على هذا الابن ويصبرك على فقدانه، لان فقدان الابن كذلك فيه اجر كبير وثواب عند ربي سبحانه وتعالى، لان كما يقال لله ما اعطى ولله ما اخذ. ويكون دائما مقولتنا كما قلت الصحابي اللي صاب ولده مات فقال الخاطئ كانه خاطب ربي عز وجل، قال: فان كنت اخذت فقد اعطيت، فاذا كان يا ربي راك خذيت مني هذا الولد فقد اعطيتني الكثير. وربما الاجر اللي يعطيه لك من خلال التبرع اجر كبير عند ربي سبحانه وتعالى. ربي يثبتك ان شاء الله وربي يصبرك ان شاء الله. ان شاء الله، امين يا رب العالمين. داخل خلاص ماما ما تقلقيش، غيت من العملية نعيط لك. انا وبابا رانا برا ماما. خلاص ماما ما تقلقيش، ان شاء الله ما يكون غير خير. هيا ماما باي باي. صح ما تقلقيش خلاص. هكذا إخواني المستمعين، نشكر وإياكم الأستاذ ممثل عن وزارة الشؤون الدينية على هذه التوضيحات حول الفتوى التي تبيح التبرع بالأعضاء من الميت إلى الحي، والتي كان لها أثر كبير في تعبئة الجماهير وعادت بارتياح كبير على المرضى وذويهم. معنا في الأستوديو كما قلت ممثل عن وزارة الصحة البروفيسور تايب محمد الناصر، تفضل سيدي. الله يجعلها صدقة جارية إن شاء الله. كما سبق لي وقلت، الحمد لله اليوم صبحت ثقافة ووعي كبير في المجتمع. سيدي، هل هذا التبرع وضعت له قوانين وضوابط؟ ما يخفلكمش أن كل أو جل المتصلين بالحصة وكما سمعتم سيدي متخوفون أن تصبح تجارة هذه الأعضاء في السوق السوداء. بطبيعة الحال وزارة الصحة قبل ما تبدأ في هذه الحملة التخصيصية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية، وتمت دراسة القضية من كل الجوانب وصدرت قوانين وعقوبات صارمة باش ما تكونش الانزلاقات في هذا الباب. Thank you.
وحشتك يا وليدي. الله يرحمك يا فايز. الله يرحمك يا ولد. عش الدقائق الأخيرة من هذا النهائي الإفريقي كان 2019 مباراة الجزائر كوت ديفوار. الكل حائر، الكل ينتظر هدف الانتصار. الكرة في وسط الميدان، أخذ ورد بين اللاعبين. الكرة على الجهة اليمنى لعناصر الفريق الوطني. عبد القاسم يوزع، أي أي أي. سفيان يضيع فرصة خطيرة للفريق الوطني. متيوقته يا سفيان لتضيع في مثل هذه الفرص. معليش، مازال وقت، مازال وقت لعناصر الفريق الوطني للاستدراك. الحيرة بادئة على الوجوه في كل مكان. وصل الميدان، الكرة في العمق للاعب المهاجم ريان. وصل الميدان في 18، والهدف لريان. ريان يسجل في وقت حاسم للفريق الوطني في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. ريان يسجل هدف الانتصار، وفي هذه اللحظة الحكم ينهي أطوار المباراة بالفوز التاريخي للجزائر 1-0 أمام كوت ديفوار. الجزائر بطلة إفريقيا، الفرحة عارمة بالمدرجات، فرحة الأسر. فريق شاب، فريق طموح، بمدرب واعد جديد بلحسن. الجزائريون فخورون بهذا الإنجاز التاريخي. الجزائر يسعون إلى تأهل المونديال. إذن هذه هي صورة مشاهدينا، يحق لهذه الجماهير أن تفرح اليوم بهذا الإنجاز التاريخي وهذا التتويج القاري الذي حققه المنتخب الوطني الجزائري. ألف مبروك، ألف مبروك للجزائر، وتأبى أرحام الجزائريات إلا أن تلدنا الأبطال جيل بعد جيل. كلما ذهب جيل من محاربي الصحراء إلا ويخلفه جيل آخر ليواصل الدرب ويحمل المشعل. مشاهدينا، إذن بعد نهاية اللقاء مباشرة الفريق تمكن من التقرب من الناخب الوطني المدرب الجزائري بلا حسن، وكان هذا التسجيل الحصري. والله يعجز اللسان عن تعبير بهذه الفرحة الكبيرة، وفرحتي راهي بزاف بزاف اليوم. نهدي هذا التتويج لكل الشعب الجزائري، وهذا راجع للمجهودات اللي قاموا بها اللعابة والمسيرين، وما ننساش نعطيهم وعد في كأس العالم. المشاهدين، إذن بعد نهاية اللقاء مباشرة الفريق المتواجد بأرضية الميدان التقى باللاعب الجزائري الدولي سفيان وأجرى معه هذا التسجيل. نتابع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة الأولى نقول الحمد لله يا ربي، جبنا لكم دافريك، فرحنا كاع الشعب الجزائري. نهديو هذا الفوز لإما بابا كاع ولاد حومتي وكل الشعب الجزائري. نزيد حاجة واحدة أخرى، مازال عندنا لاكوب دي مود إن شاء الله، نطلبوا منهم يوقفوا معنا ويعطيكم الصحة. إذن كان هذا اللاعب الجزائري سفيان. بعده مباشرة الفريق المتواجد بأرضية الميدان تمكن من التقرب من اللاعب الجزائري الدولي ريان، والذي كان له الفضل الكبير في هذا التتويج القاري. نتابع هذا التسجيل. أروح بابا درك يهدر ريان. أيا جري يا حبا.
الحمد لله هذه كاس افريقيا والعقوبه ان شاء الله لاكوب ديال المونديال نديروا هاد التويج ونوعدوا المونديال ان شاء الله نهدي هاد النصر لخويا الله يرحمه لي باه لي يرجع لي النور العينيه نقول لي مراتبا بليك وليدك او الحق الفريق الوطني كيما تمنيت ونقولها فايز خويا وحبيبي تاع الصح انا راي اخويا لو كان يطلب لي عينيه نعطيهم انا راي اخويا لو كان يطلب لي عينيه انا راي اخويا لو كان يطلب لي عينيه نعطيهم كان حاضر معايا في كل وقت نهدي هاد النصر لبابا يما اختي سيرين خويا حميد وكل الشعب الجزائري على سلامتك جمال.